شكرا ان انتوا شايفيني حد ناجح. انا ببعد عن اي ديستراكشن مع الكومبيتيتورز، يعني اي حد بشوفه ممكن يبقى كومبيتينج مي في السوشيال ميديا او في شغلي ببعد عنه تماما وبعمل له هايد من حياتي. عارفه البوست اللي بيقول لك عايزه تبقي نمبر 1 ما تبصيش يمين وشمال؟ دي اكتر حاجه انا مركزه فيها. بلس ان الموضوع على فكره عندي تريتس شخصيتي، انا شخص ما ينفعش يقعد من غير ما يشغل نفسه بحاجه تطلع اتشيفمنت تديله فيدباك بوزيتيف عشان يعرف يكمل حياته. وانا بالنسبه لي الشغل مهرب من اني افضل فاضيه فافكر او اتعب او ابقى اوفر ثينكر في حاجات تانية في حياتي، وربنا اراد ان مع الاجتهاد الواحد لقى اوتكم مرضي، فليه ما نكملش؟ خلاص بقى. ان في حاجه مهمه جدا جدا جدا، انه مش لازم ابقى بيرفكت. يعني انا دايما لما ببص حواليا للناس اللي يمكن من تيم ورك اللي بيشتغلوا هم عارفين وسامعين اللي انا بقوله، عندهم مشكله كبيره جدا ان هم لازم قبل ما يطلعوا على السوشيال ميديا يكونوا محضرين السكريبت وطالعين بشكل معين. فده بيعطل انك تبقي سبونتينيوس او تلقائيه او الفكره تجيلك تنفذيها. ده بيقرب المسافات كتير ما بينك وما بين الفولورز او اي حد بيتابعك. يمكن من الحاجات اللي ناجحه جدا معايا على السوشيال ميديا ان انا بطبيعتي، يعني انا قابلت حد دلوقتي قال لي ايه ده انت زي السوشيال ميديا، او والله مش بمثل في طبيعتي وفي حياتي. انا بطلع وبتكلم عن اي فكره تكون علميه بس بطريقه مبسطه، او اي فيدباك اخدته من بيشنت هيوصل للناس وهيديهم معلومه ما، واي فيدباك نيجاتيف من اي حد ما ببصلوش، بكمل حتى لو هو مش عاجبه طريقتي او عاجبه دماغي او حكم عليا ان انا ممكن اكون بعمل ده المصلحه هو شايفها من وجهه نظره وهي مش حقيقيه، ولا برد. ساعات برد كنوع من انواع برده الانجيجمنت يعلى، وببقى برده ببعت معلومه هاو تو ديل مع النيجاتيف او توكسيك بيبل. لكن في الاخر اي ديستراكتور في حياتي العمليه، سواء كان حد ممكن اتاثر بيه او حد ممكن يكون بيهاجمني، انا ببعد عنه تماما، والتلقائيه والبساطه. اخر حاجه الاستمراريه، ما ينفعش ان انت تطلعي على السوشيال ميديا فتره وبعدين تروحي بقى بيتك بقى ويحصل مش عارف ايه او تكتئبي. ده شغل لازم فيه تفضلي موجوده، وان كل يوم تحاولي انك تطلعي بحاجه مختلفه. عشان بس الناس ممكن تشوف انه انا مش عارف اعمل زي فلانه على السوشيال ميديا، لا، هي بتبقى تريتس شخصيه واستعداد لهدف معين انت عايزه توصلي.